توزر مدينة تحمل اسم صانعة الفخار والخزف، وهي امرأة جاءت من قسنطينة واستقرت بتوزر. ومن رحم الفخار ولدت صناعة الآجر المحلي الذي يطلق عليه اسم الجالب، حيث يفوح منه عبق التاريخ. جذوره شرقية، أصله بلاد الرافدين أو بعض القبائل اليمنية. حسين الهاني، 48 سنة، 48 عام، نخدم في صناعة الياجور. هذا عندي حكاية 35 عام نخدم فيه من طفولتي. الصناعة هذه صناعة معروفة بها منطقة الجريدة، معروفة بها لأن هي على شتركة الهنا، لأن فيها المواد الأساسية اللي هي الطين والطنش، الطين الأبيض والطين اللحم. يتخدم بالمرحلة، تعب البسان ديما بالمرحلة. خدمة هي حرة، الخدام يعني يخدم بالكعبة كما العرفي يخدم، يبيع بالكعبة كما الخدام يخدم له بالكعبة. زاد الجور هذا يتكون من طين وطنش وماء، ثلاثة حوايج أساسية. هذا عندنا البسان نعبوا الكمية ثلثين بثلث، بروتين نقول احنا الخدام يعمل بروتين، تعطينا الطين الأبيض وبروتة طين أحمر. يطلع جي الصباح يطلع الطين، يخلطه مليح مليح، ما يخليش فيه رتوش، ما يخليش فيه حتى حجرة على خاطر تضر بها الكعبة تكسر من بعد. إذا كان يخلطه مليح مليح حتى كل عجينة يحطها في البطحة يخدم الخدام. في وقت الصيف يتنجر في نهاره في العشية، يقشر اهل ياجور كما تشوف فيها تو قشر فيها. هذا نقول احنا مثلا اذا كان في الصيف نتاع هذا ربوة نتاع الصباح، اذا كان في الشتاء هذا نتاع عبس. تحضر يجوا حكاية سبع خدامة، ثلاثة معلمين لداخل، واحد يشد السلعة وثلاثة مددها لبرا، يرصفوها في النهار يعبوها للفرن. سامحوني بعد ما يترصف يعطوها النار 24 ساعة نار، 24 ساعة تدريجيا، ما يقولهاش من المرة الأولى. النار يبدأ نفا بنقول احنا بالربع تاع الحطب معنا بالحزمة، يبدأ بالكعبة واحدة، سيقة واحدة، جريدة واحدة، حكاية 12 ساعة هو يبدأ بجريدة واحدة. بعد حكاية ربع سوايع يبدأ بثلاثة أربعة واحدة، كي تسخن عشية تعرق ترجع طبل، ترجع الطينة الياجور هذي وقلت شايح وتعبيها. ما انك تدوكها في الفرن وتخدم ربع سوايع عليها كالعرق تاع الدخان البخار هذاك، تحط صبعك إذا كان كيكام معناها طين تلقاها للداخل، وتعاود تشيح تدريجيا، تترنخ ذنبك الدخان البخار وتعاود تشيح مرة أخرى بالنار. المعلم يلزم يطلع فوق الفرن بعد حكاية 14 ساعة، يبدأ يطلع باش يشوف أنها هي البقعة اللي طابت، باش يحط عليها شوي بسيسة تراب. نقول احنا مثلا مبلول له طري مش كي تاع الخدمة، معناها شايح شوي باش ما يلصقش على الياجور فوق. بعد ما تطيب أربع أيام تبريد، فرن أربع أيام باش يبرد شوي وهذاك، ويحضر بعد للبيع. يستوقفك هذا النمط المعماري الأصيل المميز لجهة توزر، نمط فني ثري بلوحات هندسية وزخارف متنوعة أصبحت من روافد الهندسة المعمارية. لكن هل نجد اليوم من الشباب من يهتم بهذه المهنة ليحرقها ويعلمها بدوره إلى الأجيال القادمة؟ يا صنع ما نكتبش عليكم، هي صعبة شوي على الشباب، صعبة على الشباب شوي، يعني خاطر كما تعرف في هالوقت الشباب يحب يربط القهوة ويحب. ثم اللي يحب يتعلمها ويتعلمها بصعوبة ويتعلمها يزمة صغير. اللي كان مثلا انا تعلمت على خاطر صرت فيها الصنعة هذه، صرت هذا الصغير انا صرت فيها اربع خمس سنين انا بحذا الشايب الوالد، انا ورثها على الوالد والوالد ورثها على جدي. الشباب ثم اللي يجي يعمل عام اللي هنا ولا عام ونص ويهرب يمشي للتبر يمشي المرمى، يقول لك ما نطيقهاش. يا كجمل شاب وعياب وما تقادر على شي، بيها شهر خناب وخوذي بحق حواشي، يخرج حواشي من البل أزرق خفيه دار بدار، يقل حمل الجبل شار خناب ويزيد فوق منه غرار. إذا زر يطوروس الكتاب ويتقسى النجع ماشي، يقدر عليه جبل شار خناب ما تقدر عليه الحواشي.